بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وعقبال 100 سنه. كل سنه طيب يا كابتن ايمن، وتحياتي طبعا لحضرتك وكل ضيوفك الكرام، وطبعا حاجه جميله جدا حضرتك بتهنيني بعيد ميلادي. بشكرك طبعا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الخير للجميع يا رب، وكل سنه وجميع النادي الاهلي كلها بخير ان شاء الله. كابتن طيب، كابتن طيب، كنت بقول لك يا ابني كنا جبنا تورتاوا. اه والله كان عاملها سيرفي عشان هي دخل هو الساعه 12 بعيد ميلادي ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع الجاي. ما طبعا كابتن علاء انا عارف انك انت ما بتتاخرش. لا والله، لا انت حضرتك يعني كل واحد انت حبيبنا على فكره، بيجي في ميعاد ده انا اللي ما بتاخرش. لا والله الله يخليك، انت حبيبنا يا كابتن ناصر. ربنا يخليك يا كابتن. مبروك النادي الاهلي كابتن على الاداء والنتيجه النهارده لك لنادي انبي. قبل ما نتكلم كابتن بلال على التحليل، خلينا نتكلم في طارق مجدي الحكم. وانا هنا علامه استفهام النهارده، انا بسال سؤال، هو فين طارق مجدي من اول الموسم؟ بالظبط صح، يعني النهارده دي اول مباراه طارق مجدي بيديرها للنادي الاهلي هذا الموسم يا كابتن علاء، واحنا بنفنش موسم في الوقت اللي فيه حكام ادارت خمس مباريات للنادي الاهلي. ده السؤال انا بوجهه، بس فين طارق مجدي من اداره مباريات النادي الاهلي؟ على فكره طارق مجدي حكم كبير قديم، حكم كويس، حكم دولي في الفار. النهارده طبعا عمل اداء رائع جدا كابتن ايمن، خد القرارات كلها بنفسه دون اللجوء للفار. فده السؤال الاولاني اللي بقول طارق مجدي فين من مباراه النادي الاهلي. دي اول مباراه، اول صافره تحكيميه النهارده لطارق مجدي بيلعب لاخر في اخر موسم، وده سؤال للجنه التعيينات اللي موجوده في لجنه الحكام.